فبما ان احنا بندرس على الجماعه اللي هم الايه الهلاك العظميه، وبعض الاحيان لو كانت موميات افيلبل اللي ممكن ايه نشتغل عليها برضو. هذا العلم جديد بقى اللي هو تحت بقى اللي هو طالع من علم الانثروبولوجيا البيولوجيه، علم الاثار البيولوجيه بايو اركيولوجي، علم الاثار البيولوجيه. وهذا العلم اللي هو الاثار البيولوجيه دوت بيتفرع منه عده خصائص او عده علوم اخرى. علم سكان القديم الباليو ديموغرافي، علم الغذاء القديم باليو دياتري، علم الانسان القديم باليو برضو دونتولوجي، علم الانسان القديم بصفه عامه اللي هو ايه باليو انثروبولوجي. كمان في علم الانسان الاسنان، علم كامل علم الاسنان، نقدر ناخد كل الحاجات دي ناخدها من الهياكل العظميه. علم الامراض القديمه، كثير من الامراض بتاعتنا اللي بنتعالج بيها بتسيب صمتها على الهيكل العظمي. احنا ايه عدنا بايه، وممكن نعرف والباحث في هذا الموضوع يستطيع ان يعرف المرض اللي هذا البني ادم في عمر الفلاني كان مريض بالعلم بالمريض الفلاني، نتيجه ليه ان الامراض كلها مش كلها بعض هذه الامراض بتسيب البصمه على الهيكل العظمي مش كلها، ودي نقطه ضعف الحقيقه في البتاع. وان كان دلوقتي بقت في تكنولوجي بتعمل شغل كويس جدا الايام دي. طبعا احنا دلوقتي عندنا نسيج العظمام والبقايا الادميه نقدر نعرف منها معلومات كتير جدا عن المجتمعات القديمه. بس قبل ما نتعرف على المعلومات دي بشويه من التفصيل، احب الاول اتكلم على نسيج العظام. ربنا ابدع في خلق الانسان، ولو جينا شفنا الابداع دوت على مستوى العظم هنلاقي انه نسيج العظام من اقوى الانسجه البيولوجيه اللي ربنا خلقها علشان تقدر تسبورت الجسم، تدي دعامة، تحمي الأعضاء الحيوية كمان رغم القوة والصلابة بتاعتها، لكن جعلها خفيفة الوزن علشان خاطر تقدر تخلي الإنسان يتحرك بسهولة ويؤدي الأنشطة المطلوبة منه في حياته. طيب نسيج العظام ده نسيج حي، نسيج بينمو، نسيج بيمرض، نسيج بيجدد نفسه، نسيج بيقدر يعمل ريبير أو إصلاح لنفسه. لو جينا شفنا ان في اي عظمه في جسمك اتكسرت بتبتدي الكسر دوت يلم ويلتئم مع مرور الوقت، بل بالعكس احنا بنشوف ان المكان اللي اتكسر والتئم اقوى بكتير من مكان عليه قبل الكسر. النسيج ده سبحان الله ربنا جعله حساس جدا لكل حاجه بيمر بيها الانسان في حياته، كل الظروف البيئيه اللي عايش فيها الانسان بتسيب اثر على العظم، وعشان كده بيعتبر مخزن مهم جدا نقدر نعرف منه الكثير من المعلومات عن المجتمعات القديمه. مبدئيا انا اول معلومه ممكن اعرفها من الهيكل اللي قدامي ان انا اقوم بتحديد الجنس وتحديد العمر بتاعه. وطبعا علشان اشتغل على العينه بتاعتي انا بشتغل على عينه مش فرد، لان دراسات الانثروبولوجي ما بتشتغلش على افراد لكنها بتشتغل على جماعات، وانا طبعا ما اقدرش ادرس على مجتمع بالكامل، فباخد عينه ممثله لهذا المجتمع وابتدي ادرس عليها. اول حاجه عشان احدد جنس الهيكل اللي قدامي، اول عظمه بدور عليها هي عظمه الحوض. طبعا دي بتقدر تحدد لي الجنس بدقه تصل الى 99%، وده نظرا لاختلاف طبيعه عظمه الحوض بتاعه الانثى عن عظمه الحوض بتاعه الذكر، وده برضو راجع لطبيعه الوظيفه البيولوجيه بتاعه الانثى عن الرجل، ان الانثى هي اللي بتقوم بالحمل والولاده لكن الرجل لا. تاني عظمه بدور عليها هي الجمجمه. الجمجمه بقدر احدد من خلالها الجنس بتاع الهيكل العظمي بدقه تصل الى 85%، وده برضو راجع لاختلاف جمجمة الراجل عن جمجمة الأنثى. بنلاقي بأمثلة بسيطة جدا جمجمة الرجل نلاقي الجزء اللي فوق العينين اللي هو الحاجب اللي فوق محجر العين نلاقيه بارز، ده مش موجود عند الأنثى. نلاقي منطقة الجبهة الأمامية نلاقيها مائلة للخلف عند الرجل لكن ده مش عند الأنثى. الدقن نلاقيها واخدة شكل المربع شوية عند الرجل لكن ده مش عند الأنثى. بصفة عامة جمجمة الأنثى بتعتبر ملطفة كتير عن في الملامح بتاعتها عن جمجمة الرجل. طب نيجي لتحديد العمر. عشان احدد العمر اللي قدامي بتاع الهيكل ما بحددوش شارب، يعني ما اقولش 25 سنه، لكن بقول في within age range، يعني داخل فئه عمريه، اقول مثلا الشخص اللي قدامي ده من 25 ل 30 سنه.
برضو طريقة التحديد بتاعة العمر بتختلف على حسب الهيكل اللي قدامي ده بيمثل شخص بلغ ولا شخص لسه قبل البلوغ. لو قبل البلوغ ببتدي أرصد الأسنان اللي ظهرة في الفك العلوي والسفلي بتاعه، وده منطقي لأنه إحنا عندنا لما بنتولد بتبتدي تظهر الأسنان اللبنية كل سنة وكل درس في عمر معين، وبعدين يتم تبديل الأسنان اللبنية بالأسنان الدائمة برضو في كل سنة وكل درس في مرحلة معينة. فبناء على اللي ظاهر عندي في الفك أبدأ أقول الشخص اللي غير بالغ ده عمره قد إيه. الطريقة الثانية وهي من التحام رؤوس العظام ببقية العظمة. عندنا العظم اللي في جسمنا اللي في ايدينا ورجلينا اللي هو بنسميه العظام الانبوبيه، لما بنتولد بتبقى ما بتبقاش عظمه كامله على بعض، ولكن بتبقى راس فوق وراس تحت وبقيه العظمه في النص. تدريجيا مع كبر الطفل في العمر بيبتدي رؤوس العظام دي تلتحم ببقيه العظمه حتى يكتمل التحامها التحام كامل عند البلوغ. فبناء على ان انا برصد درجه الالتحام بتاعه رؤوس العظام ببقيه العظمه اقدر اقول تقريبا الشخص ده في انهي فئه عمريه. طب لو الهيكل اللي قدامي بيمثل شخص ما بعد البلوغ، شخص اوريدي بلغ، ببتدي ابص على حاجات معينه في عظمه الحوض او درجه التحام الدروز الموجوده في الجمجمه. يعني ايه دروز؟ احنا جمجمتنا لما بنتولد بتكون مفككه، بتكون اجزاء ما بتكونش قطعه واحده على بعض، وده سبحان الله ربنا جعل فيه حكمه علشان يسهل خروج راس الطفل اثناء الولاده من قناه الولاده بسهوله، لانها بتعتبر اكبر جزء في جسم الطفل. اللي بيحصل ان اثناء عمليه الولاده كل جزئين متقابلين في الجمجمه بيخشوا واحده داخل الثانيه علشان يصغر حجم الجمجمه، وبعدين ينزل راس الطفل بسهوله من قناه الولاده. طيب المفروض ان بيتم التحام هذه الدروز، اول ما بيتولد الطفل بترجع كل عظمه في مكانها ويتم الالتحام بتاعه هذه الدروز مع بعضها البعض على مدار العمر بتاع الشخص. فمن خلال درجة الالتحام في أماكن معينة في الجمجمة أقدر أعين عمر الشخص البالغ ده قد إيه. من خلال تحليل اسمه تحليل النظائر المستقرة، ببتدي أرصد بعض نسب هذه النظائر المستقرة في عظم وأسنان نفس الشخص. لو لقيتهم مختلفين يبقى الشخص دوت كان عايش فترة في ظروف بيئية واتنقل لظروف بيئية تانية قعد فيها فترة لغاية ما مات، وده راجع بناء على إن الأسنان من الأنسجة اللي بتعتبر بتتكون في بدايات حياة الطفل، فبالتالي كل الظروف البيئيه اللي بيمر بيها الشخص في مرحله طفولته بتسيب اثر على الاسنان. طب ما الكلام ده بيحصل المفروض على العظم، بس الفرق ما بين العظم والاسنان ان نسيج الاسنان ما بيتجددش. لو اتكسرت سنه عند حضرتك ما بتقدرش تلحم مره تانية زي العظم، فبالتالي بتفضل الاثار بتاعه بدايات حياه الطفل موجوده جوه الاسنان لغايه ما يموت. على العكس تماما في الهيكل العظمي او العظام، برضو الظروف البيئيه بتبتدي تسيب اثرها، بس طبيعه نسيج العظم زي ما انا شرحت من شويه ان هو بيجدد نفسه. فبالتالي لو هاجر الشخص دوت في مراحل متاخره من حياته لبيئه اخرى، الظروف البيئيه الجديده بتبتدي تسيب اثرها الجديد على العظم. فبالتالي لو لقيتها مختلفه ما بين العظم والسنان اقدر اقول ان هو كان عايش في بيئه وانتقل لبيئه اخرى ومات فيها. المعلومه اللي بعد كده وهي خاصه بالامراض، انا اقدر اعين الحالة الصحية بتاعت المجتمع بتاعي، هل كان منتشر عنده أمراض ولا لا؟ وده بناء على إنه كل الأمراض المزمنة اللي بتقعد فترة طويلة جوه جسم الإنسان بتقدر تسيب بعد إصابتها لكل الأنسجة والأعضاء والحاجات الحيوية اللي في جسمك تسيب أثر على العظم. في منها طبعاً السبيسيفيك اللي هو بيتسبب في نوع معين من الكائنات الممرضة وبيخش يسيب أثار أو بصمات على العظام بتاعتنا زيه زي الخريطة بالظبط. وفي نوع تاني نون سبيسيفيك، احنا خلينا نتكلم على السبيسيفيك. اشهر طبعا بيضم ايه؟ بيضم السل والجزام والزهري. لو خدنا بشكل سريع جدا على الفرق ما بين السل والجزام، البكتيريا السل بيتسبب فيه نوع معين من البكتيريا محدده لما بتخش على طول بتصيب انسجه الرئه وتنتقل منها على العقد الليمفاويه وتقعد فتره طويله جوه الجسم لغايه ما تسيب اثر على العظم. بكتيريا السل بتحب قوي تروح على اواخر الفقرات الصدريه واوائل الفقرات القطنيه وتبتدي تعمل فيها تاكل هناك بشكل كبير جدا لغايه ما تسبب يعني تقريبا هتهلك هذه الفقرات انهيارا على بعض. فالجسم بيرد بشكل سريع انه يفرز عظم كبير يحاول يلم بيه الفقرات المتهالكه عشان يحافظ على العمود الفقري النخاع الشوكي اللي جوه.
وعشان كده نلاقي الشخص اللي بيصاب بالسل بياخد شكل في ظهره شكل مقوس او شكل الاحدب شويه، بالاضافه الى ان بكتيريا السل برضو بتحب تسيب بعض الاثار على السطح الداخلي للضلوع بما ان المكان الرئيسي بتاع الاصابه هي الرئتين. لكن الجذام بيتسبب فيه بكتيريا تانية خالص لما بيتنقل للشخص. هو مبدئيا مش مرض سهل انتقاله خالص زي السل، لكن في حاله انتقاله لشخص سليم على طول بيحب الاول بيقعد في فتره حضانه جوه الجسم فتره زمنيه طويله عده سنوات بدون ظهور لاي اعراض، وبعدين فجاه تبتدي تظهر الاعراض اللي في صوره تشوه رهيب في ايدين ورجلين هذا الشخص المصاب وفي ملامح وجهه. ليه؟ البكتيريا بتاعه الجذام لما بتخش الجسم على طول بتتوجه الى الاعصاب الطرفيه بتاعه اصابع الايدين والرجلين، وتفقد هذه الاعصاب وظيفتها تماما بحيث انها تخليها الانسان ما يبداش يحس بلا بايديه ولا برجليه، فيبتدي يتجرح مره واثنين وثلاثه وهو لا يشعر بهذا الجرح، وفي نفس الوقت من كتر الجروح ما بتلحقش تلتئم، فيحصل انفكشن في المكان بتاع الايدين والرجلين، ويبتدي الانفكشن يوصل لداخل العظم لداخل العظام بتاعه سلميات الاصابع الايدين والقدمين، وتسبب هناك تاكل شديد ممكن يصل الى ضمور كامل في سلميات باكملها في اصابع الايدين والرجلين. كمان البكتيريا بتاعه الجذام بتحب قوي تروح على عظام الجمجمه، لما بتروح على عظام الجمجمه بتفضل ان هي اماكن معينه في الجمجمه تسيب فيها اثر، وهي تاكل في عظام الانف والجزء من الفك العلوي، وعشان الفك العلوي تاكل تبتدي القواطع الاماميه او الاسنان الاماميه للشخص تسقط. الحاجات التانيه اللي نقدر نحصل عليها من الهيكل العظمي الاكل. اكل الناس دي كان عامل ازاي؟ ببتدي اشوف مثلا في الاسنان لقيت نسبه تسوس عاليه في العينه، والله ده المجتمع ده كان بيتناول اكلات غنيه بالكربوهيدرات، والله لقيت معدل تاكل سطح السنه او الدرس عالي قوي في المجتمع، المجتمع ده كان بيتناول اكلات صلبه او ناشفه مش اكلات طريه. وبالاضافه طبعا الى تحليل النظائر المستقره اللي بقدر اطبقه على العظام. المعلومه اللي بعد كده اقدر اعرف معلومات، هل المجتمع ده كان مسالم ولا كان في اثار لعنف واعتداء من جماعات اخرى؟ هل المجتمع ده لو لقيت كسر في العينه بتاعتي اقول الكسر ده نتيجه حادثه ولا نتيجه اعتداء من شخص اخر او من جماعه اخرى؟ على حسب المنطقه اللي حصل فيها الكسر. اغلب الكسور بتاعه الحوادث بنلاقيها في منطقه الضلوع، في منطقه الحوض، في الثلث الاخير من عظمتي الساق، في الثلث الاخير من عظمتي الساعد، والنوع ده من الكسر بيسموه الكالس فراكتشر، لان بيقول لك وانت بتقع بتحاول تفادي الوقوع ان انت تقع على وشك او صدرك بانك تسند بايديك، فمن شده السقوط بيحصل كسر في المنطقه دي. بس مش كل الكسور اللي بلاقيها في المنطقه دي اقدر افسرها على انها نتيجه حادثه، ممكن الاقي كسر في المنطقه دي بس بيصاحبه كسر بنسميه كرانيال ديبريس ديفراكتشر في الجمجمه، يعني واخد خبطه على راسه، فساعتها اقول ده نتيجه اعتداء. بناء على ايه؟ بناء على انه، وده بيسموه باري فراكتشر، بناء على انه الشخص ده بيتلقى ضربه من شخص امامه فبيحاول يفادي وجهه والجزء العلوي منه، فبياخد الخبطه على الثلث الاخير من عظمتي الساعد وعظمه الراس. وامثله كتير طبعا للعنف او التعذيب في المجتمعات نقدر يعني فيما بعد نبقى نتكلم عنها باستفاضه، لكن عموما يهمني قوي في الشخص اللي بيفرق ما بين الكسور اللي في العينة بتاعته إن ما يختلطش الأمر عليه أن دي كسور ما بعد الوفاة. ممكن الشخص اللي بيحفر عشان يطلع العينة من الدفنة خبط بالجاروف فكسر في العينة، ممكن الدفنة تنهار، المقبرة تنهار لأي سبب من الأسباب على العينة بتاعتي فتسبب لها كسور، دي كسور ما بعد الوفاة مش ما قبل الوفاة، وهكذا أمثلة كتير. المعلومة اللي بعد كده أقدر أعرف النشاط اللي كان بيمارسه المجتمع في حياته أو إيه هي المهام اللي كان بيأديها باستمرار من خلال الأثار اللي بيسيبها على المفاصل بتاعته. منطقي وطبيعي إن أنا ألاقي فيه تآكل في المفاصل مع الشخص كبير في السن، لأنه المفصل دوت الشخص استهلكه خلال فترة حياته فبدأ يصاب بأعراض اللي إحنا بنسميها التهابات المفاصل أو تآكل المفاصل في السن الكبير. لكن مش طبيعي لو لقيته في شخص صغير في السن في فترة الشباب في مفاصل معينة في جسمه، ساعتها أبتدي أربط إنه هو حمل على جسمه حمل نتيجة ممارسته لنشاط شديد في أثناء فترة حياته. وهذا ومن ده في أمثلة كتير، أنا هذكر منه مثال واحد. لما لقوا في أحد المجتمعات الزراعية السيدات بيبقى كثيرة
الإصابة بتآكل المفاصل في الفقرات العنقية، وده كان شيء غريب لأنه المنطقي أن أنا ألاقيه في الجزء السفلي من الظهر على أساس أن ده اللي بيتحرك كتير، لكن ليه ألاقي التآكل في المفاصل بتاعة الفقرات العنقية وخاصة في الستات؟ علشان خاطر الستات في المجتمعات الزراعية اعتادت أن هي تحمل الأشياء التقيلة على رأسها، البلاص، جركن المية وغيره، فده سبب تآكل شديد عندهم في منطقة الفقرات العنقية. أقدر أعرف معلومات عن التركيب السكاني، عدد المواليد، عدد الوفيات، نسبة الخصوبة، نسبة الذكور، نسبة الإناث، نسبة الفئات العمرية المختلفة، معلومات كتير وكتير نقدر نعرفها من الهيكل العظمي.